تسلم عدد من الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد. يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. نشكر سعادة الرئيس على مراكب النجاة، توفرت لنا حياة كريمة كتير، ونشكره ألف شكر على اللي بيعمله لنا، لأن احنا كنا بنشتغل عند ناس برضو بالأجرة في مراكب صيادين، أصبحنا الوقت عندنا مراكب وهنشتغل فيها. ونشكر سعادة الرئيس على اللي هو بيعمله للناس الغلابة وعشان عيالنا. استلمنا مركب النجاة ووفرت علينا حياة كريمة، ونأكل عليها عيالنا، والسيد الرئيس يشكر وله كل التقدير عندنا.